عزيز علينا واصدقائنا في المكان، وعواشر مبروكه للجميع. نتمنوا ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، والله يدخل هذا رمضان المبارك علينا وعليكم بالرحمه والمغفره ان شاء الله. وانتظروا ان شاء الله الجديد ديالي غادي يكون على القناه ديال سي عبد الرحيم دردر، وحنا اليوم الحمد لله في الضيافه ديالو في المنزل ديالو، غيكون ان شاء الله اعمال زوينه، غادي يكون فيديو كليب ويكون شي حاجه مزيانه ان شاء الله. نتمنى منكم تكونوا خفف على القلب ديالكم ان شاء الله، قبلوا علينا رحنا على قد الحال. وشكرا بزاف لجميع الاحباب والخوت اللي كيتابعونا.